جلسة لمجلس الوزراء في بعبدة في حضور حاكم مصر في لبنان، وللاطلاع على أجوائها تنضم إلينا الزميلة منى صليبة. منى يعطيك العافية، أجواء الاجتماع وأبرزها ما كنا ذعناه سابقا، تفضلي. انتهت فادي منذ دقائق قليلة جلسة مجلس الوزراء على خبر ممكن وصفه بالمفاجئ أو الهام في نفس الوقت، وهو تعيين أو الاتفاق وإقرار تعيين أعضاء هيئة قطاع البترول بعد مشاورات حثيثة دامت طوال النهار من كل الأطراف، إن كان من الرئيس نبيه بري أو حتى الرئيس نجيب ميقاتي أو حتى رئيس الجمهورية الذي كان استقبل نهارا الوزير جبران باسيل وكان أبلغه أنه تم الاتفاق على الأسماء الستة من مختلف الطوائف. وفعلا قد طلب من الوزير جبران باسيل في هذه الجلسة من خارج جدول الأعمال أن يطرح هذا الموضوع على الجلسة لكي يقر الموضوع، وهذا ما حصل. يعني أجرى اتصالات هاتفية الوزير جبران باسيل وطلب السفيات أو السير الذاتية للأعضاء الذين تم الاتفاق عليهم، وقد أقر هذا الأمر مجلس الوزراء. أشير إلى أن كان هناك تحفظ لبعض الوزراء مثل نولا فتوش، مروان خير الدين وغيرهم من الوزراء على يعني كيف طرح هذا الموضوع من خارج الجدول وليس على الفحوى بحد ذاته، غير أن هذا الموضوع مر. قد يكون هذا الموضوع فادي إقرار أو تعيين أعضاء هيئة قطاع البترول الذي هو أمر مهم بطبيعة الحال، قد يكون للتغطية على فشل مجلس الوزراء فيما خص سلسلة الرتب والرواتب، فهذا الموضوع لم يحل. وزير المالية أثناء دخوله قال أو كان أوحى أنه الدراسة لن تنتهي من هذا الموضوع اليوم، ولكنه طرح مسألة جديدة، مسألة المتقاعدين، وقد نكون في الأيام المقبلة أمام مشكلة كون أن الأمر سيتعلق بالآلية، ستعدل الآلية، سيخفض للمتقاعدين. إذن مجلس الوزراء الذي كان أيضا استقبل حاكم مصر في لبنان رياض سلامي الذي وضعهم في أجواء تأثير سلسلة الرتب والرواتب على المالية وعلى النقد في لبنان، خرج يعني من دون الوصول إلى أي نتيجة، غير أن المجلس انتهى أيضا من دون الوصول إلى أي نتيجة، وكان هناك تظاهر على مقربة من قصر بعبدة للذين كانوا يهددون بالإضراب إذا لم يخرج مجلس الوزراء بأي نتيجة، وهذا ما حصل. وكان في مستهل الجلسة كلام سياسي لرئيس الجمهورية من ضمن ما قاله بأنه سيستكمل مشاوراته لأجل انعقاد طاولة الحوار الوطني، وهو أثنى على الأمن في الداخل اللبناني بعد اغتيال اللواء وسام الحسن. هذا بإيجاز، عودة إليك فادي. مظبوط، بإيجاز يعني الزميلة منى صليبة، شكرا جزيلا لك.